وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس بيوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد بقي أسئلة بالنسبة للمسألة أو صفة المخالفة للحوادث، إنه مصادر أو أدلة إثبات العقائد. بعض الناس يعني حشد كتب كثيرة زي كتاب التوحيد بتاع ابن خزيمة وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، حشدوا الإيه النصوص. بالنسبة للقرآن والسنة كانت متفرقات، لما حشدها وإثباتها بعد العين بعد كده الوجه بعد كده اليد بعد كده، يعني كأنه بيشكل لك أو يصور إيه صورة إيه جسمية تعالى الله عنه. طبعا هذا إيه منهي عنه، أن يجمع الإنسان ما فرقه الله تعالى أو يفرق ما جمعه الله. يعني إذا جاء الشارع بشيء مجمل فنسلك ايه الاجمال، واذا فصل فنسلك التفصيل في النفي والاثبات. هذا بالنسبه لايه للمتواتر الثابت اللي هو قطعي الثبوت وقطعي الايه الدلاله. اما الظنيات والاحاد، لما يجي مثلا الضحك العجب، ياتي مثلا ايه مرضت ولم تعودني، اخبار الايه الاحاد كثير من احاديث مثلا النزول اللي فيها الجهة غير الايه القطعيات اللي هي من الكتاب العزيز والسنة الايه المتواتر. وعاوزين نوصي هذه المسألة ان الامور الاساسية الاعتقادية التي ينبني عليها علم العقيدة والتوحيد مذكورة كلها فين في القرآن الكريم الاصول. يبقى اذا اول مصدر او اساس المصادر هو ايه كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه الدعوة الى وحدانية الله، وفيه ذكر الامام به وملائكته وكتبه ورسله وذكر المعاد والجنة والنار والثواب والعقاب والحساب. يعني فيه المباحث الاساسية الثلاثة اللي هي الالهيات والنبوات والسمعيات، لكن في ضوابط وقواعد مقررة لأخذ العقيدة. كيف نأخذها؟ يعني كيف نجعلها معتقدا سواء كانت من الكتاب الكريم أو من السنة المطهرة؟ أولا نراعي اللغة والأسلوب الذي نزل به القرآن، فيها الحقيقة وفيها إيه؟ فما ورد مجازا نأخذه مجازا، وما ورد على سبيل الحقيقة نعتقده ونقره على ايه على هذا الطريق. ده لازم نشوف الاستعمالات، نشوف الاستعارات، نشوف المجازات، مش نأخذ الألفاظ ونقطعها او نكترها عن السياق ونكون منها عقيدة مخالفة لما عليه الصحابة ولما عليه السلف ولما عليه ايه تابعوهم الى يوم الدين. فمثلا لما ورد مثلا ذكر النسيان مضافا الى الله تعالى، مضافا نقول مستفى ما احد يستطيع. الان عرفنا الفرق بين الاضافه وبين الايه وبين الصفه. ورد ذكر النسيان منسوبا او مضافا او مسندا الى الله تعالى، نسوا الله فنسيهم. فهل يعقل ان نجعل لله تعالى صفه ونقول مثلا الله يستهزئ بهم ناخذ منها صفه او من النسيان او المكر او المخادعة يخادعون؟ هنا نذكر مثال على يا ما عملنا عملت استقراء او احصاء ولكن امثلة. فالقرآن الكريم يجب فهمه بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. إذا لما استعملت العرب ذكر الجمع استعملته على انه مجاز وليس على انه حقيقة. يا حسرة أن تقول نفسني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذا لا بد نميز بين أمرين مهمين، أصول العقائد وفروعه. يعني في أشياء فرعية، يعني مسائل لها اتصال بالاعتقاد ولكن ليست أصلية.
فالتفرقة في أصول العقائد الحمد لله ربنا عافى منها هذه الأمة، وهذه الأمة يعني معصومة ومؤمنة من الشرك أو من الردة أو من الزيف، ولا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلال. والتفرق في الدين خد بالك اللي هو في آية آخر آية الأنعام، إن الذين فرقوا دينهم ليسوا هؤلاء ليسوا من الأمة، من ربنا سبحانه وتعالى لست منهم إيه؟ ولا يمكن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان أو من أهل الإسلام. إذا معنى كده الآية دي تحمل على إيه؟ أهل الشرك والملل الأخرى، بدليل الآية الثانية اللي هي في سورة الروم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا. إذا التفرقة مش عندنا، إذا عندك من الذين فرقوا الآية الثانية توضح فارقوا دينهم خلاص خلصنا يعني. الآية دي بتوضح قراءة الحمزة والكسائي، توضح قراءة مين؟ الجمهور، الذين فارقوا دينهم. المفارقة الدين يعني خروج عليه ارتداد، والحديث بيقول التارك للدين المفارق. إذا التفرق هنا بمعنى ايه؟ المفارق. والآية الثانية من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ شيعا. أما هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، فكيف تجعل فرق وشيع وأحزاب؟ ده مخالف للكتاب العزيز الذي يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول تعالى كنتم خير أمة، ويقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلو كان الحديث بتاع ستفترق على 73 لو كان ده صحيح هيبقى مخالف للقرآن نفسه، لأن ربنا يقول كنتم خير أمة، والحديث بيقول كنتم شر أمة، ما هو اليهود 71 والنصارى وإحنا 73، مين اللي قال عنه ومين اللي شر؟ فلازم نفكر يعني. فاللي صححوا العلماء الكبار الذين صححوا الحديث صححوه بدون الزيادة اللي هي كلها ايه؟ في النار الا واحدة، وعليها تدور المعركة الاساسية، فما من فرقة ولا طائفة الا وتدعي انها هي الايه؟ الناجية، وما عداها هالك وفي النار خالدا مخلدا فيها ايه؟ ابدا. وبعضهم حمله على امة الدعوة، يعني كل من هو على ظهر البصيرة وكل من هو على الارض فهو ايه؟ من امة، اي من الذين ايه؟ توجه إليهم الدعوة بالدخول في دينه. فالأمة العالم كله أمته صلوه. قل يا أيها الناس إني رسول الله، من حيث إيه؟ أن الدعوة موجهة إليه. أما أمة الإجابة فهم الذين إيه؟ آمنوا به وصدقوا، يعني أجابوا. أما الذي لم يجب فإنه ما زالت الدعوة موجهة إليه إلى إيه؟ إلى أن يموت، ما زال قال ما قبل موتي ولو بساعة موجه إليه الخطاب. فما عدا المسلمين من أهل الملل والديانات الأخرى مكلفون بإيه؟ بأصول الشريعة وفروعها، مش مكلفين بالدخول في هذه، فهم من أمتي. فلو كده يتضح معنى الحديث، إن اليهود 71 والنصارى كلهم على بعض 72 وإحنا كلنا على 73 كده يبقى ماشي، يبقى كلنا إيه؟ أمة إيه؟ الإجابة. يبقى لابد نعم. الرواية في متن الحديث الزيادة، يعني ابن حزم بيقول احذر من زيادة و بتاع العواصم والقواصم اسمه؟ من العربي. لا مش من العربي. لا من العربي العواصم من القواصم اسمه العواصم والقواصم اسمه ابن الوزير اليمني. يقول احذر من زيادة كلها في النار إلى آخره، فإن زيادة هالكة من دسيس الملاحدة، وقال إنها موضوعة. ابن حزم هو بيقول كده والكتب هي المراجع الموجودة. إياك وأن تغتر بهذه الزيادة خلاص، إنه كل فرقة حتدعي أنها هي وما عداها إيه هالك، ومش حنفرق. قال والفرق كلها اسمها الفرق الإسلامية، فكيف نقول كلها في النار وهي إسلامية؟ إذا حملت وصف الإسلام خلاص، إذا هي على إيه؟
على الإسلام، لكن هذا عنده خطأ، عنده صواب، عنده خروج، عنده ابتداع إلى آخره، لكن كلهم يحتويهم الإسلام، لأن الأشعري سمى الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف إيه؟ لو كانوا بتفرقهم هذا أو بآرائهم التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح خرجوا عن الإسلام لما حملوا إيه؟ اسم الفرق إيه؟ الإسلامي. إذا الحديث ممكن نصححه أو صححه السيوطي في الجامع الصغير ورمز إليه بلفظ الصحة بس بدون الزيادة، والترمذي والسيوطي كم واحد؟ 4، لا تجد فيه زيادة، كلها إيه؟ كلها في النار. ولولا الزيادة دي مش هيبقى فيه مشكلة، ما هي المشكلة دي في الموضوع ده. لابد أن نميز بين أصول العقائد وفروعها. الأصول يعني إيه؟ النبوات، المعاد، الوحدانية، الأشياء الأساسية. فالأصول ثابتة بقطعي الثبوت وقطعي الدلالة. إذا الأصول ثابتة بإيه؟ قطعي الثبوت وقطعي، والأدلة كام؟ 4، قطعيهما، ظنيهما، قطعي أحدهما، ظني الإيه؟ الآخر، يعني 4. فالأصول لا تثبت إلا بقطعي الثبوت وقطعي الإيه؟ الدلالة. وأين يوجد هذا اللي هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة؟ في الكتاب، في القرآن الكريم، وفي السنة الإيه؟ المتواترة. إذا قطعي الثبوت في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة، وهذا الأمور القطعية في العقيدة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ده بإجماع كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام المعتد بها، زي الزيدية والمعتزلة والإباضية والشيعة وأهل السنة، كلهم ما اختلفوش أبدا في قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. فالأصول الحمد لله مجمع عليها، فلا خلاف بين فرق المسلمين كلها في وحدانية الله، ولا في أن محمد، ولا في البعض، ولا في أن الجنة حق، ولا أن النار حق. وأصول العقيدة كلها متفق عليها بين جميع من حملوا وصف الإسلام، لم يخرج عن ذلك أحد، والحمد لله، بخلاف الملل الأخرى. اختلاف في الأصول الثابتة اللي هي موجودة في إيه؟ في كتبه. بالنسبة للسنة النبوية ينقسم الحديث إلى إيه؟ خلاص، بالنسبة للقطع القرآن كله قطعي إيه؟ قطعي الثبوت، لكن مش كله قطعي إيه؟ الدلالة. أما بالنسبة للسنة النبوية فسينقسم الحديث إلى متواتر وإلى إيه؟ وإلى أحد. المتواتر يفيد العلم، هي المراد بإفادة العلم، يعني القطع، القطع يعني نثبت 100%، زي القرآن من حيث الثبوت، وهو إما قطعي الدلالة أو ظني. بالنسبة للثبوت 100% المتواتر قطعي الثبوت، لكن بالنسبة للدلالة برضو ممكن يكون إيه؟ قطعي وممكن يكون إيه؟ فهناك فرق بين الثبوت وبين الدلالة، والجماعة إخوانكم في لا يفرقون بين الثبوت وبين الدلالة، فيجعلون الثابت هو الثبوت والإيه؟ هو الدلالة، ما فيش تفريق. ثبت إذا خلاص، يقول لك هذا ثبت، طب ثبت على أي وجه؟ على الحقيقة أم على المجاز، على الاستعارة، على التفويض، على التأويل، على أي ثبوت، على أي طريق؟ إذا حديث الآحاد المتواتر ما فيش فيه إيه كلام من حيث إيه؟ قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة أو إيه؟ ظنيتها. أما بالنسبة لحديث الآحاد فإنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، ده على الصحيح من الأقوال، أنه يفيد الظن ولا يفيد الإيه؟ ولا يفيد العلم، لأنه لو أفاد العلم لكان مثل الإيه؟ المتواتر. ويخضع الحديث أيضا لضوابط، فمثلا مسائل التوحيد اللي هي الأصول مبنية على الإيه؟ الاعتقاد، مبنية على اليقين ولا مبنية على الظن؟ مبنية على الإيه؟ اليقين بلا شك. فلا يجوز أن نثبت لله تعالى صفة إلا إيه؟ بشروط. حتى الأسماء لا نسميه تعالى إلا باسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله وعليه إيه؟ ثبوت قطعي.
ولا نسمي ايه، ولكن ممكن نشتق من الاسماء صفات ولا عكس، يعني كل اسم ممكن نشتق منه ايه صفة، لكن هل نحول الصفة الى اسم؟ لا. لا، مثلا من صفاته تعالى قطعا عقلا ونقلا الكلام، لكن هل نسميه المتكلم؟ لا، لانه لم يرد. خلاص كده، اذا جاء الاسم ممكن، لان كل الاسماء صفات، لكن اذا جاء الوصف لا ناخذ منه ايه اسما. اما في الاطلاق على انه صفة اشترطنا كم شرط المرة الماضية؟ ثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون المادة وردت، خلاص وردت المادة. الشرط الثاني الا توهم نقصا. الشرط الثالث ان يكون هذا من قبيل الصفات وليس من قبيل الاسماء، لان الاسماء اعلام. واضح؟ صح. يبقى لا بد هنا في شروط ان يثبت، ولا يجوز ان نثبت له تعالى صفة الا بشروط، ان يثبت التصريح بها في آية او حديث مقطوع به. لذلك ثم بيسموا الصفات الخبرية، واحنا ما نقولش صفات خبرية، احنا بنقول ايه، هي في الاصل بالنسبة للانسان اليد والوجه والجنب والعين دي جوارح واعضاء، سواء يعني رضوا ام كرهوا، ولكن بالنسبة لله لو قالوا ذلك خلاص حيخرج من الملة على طول من اوسع الابواب، ولكن قالوا ايه صفات، ولكن احنا ما نقول صفات، ليه؟ لان الصفات التي جاء بها القطع وجاء بها التصريح زي العلم والحكمة والقدرة، ولكن هذه اضافات، وممكن نقول عليها اخبار. خلاص كلمة صفات خبرية يعني برضو فيها ايه، يعني عايز يقول لك صفة لكن ليست بالعقل، العقل يرفضها تماما ويقطع بخلافها، وانما بايه بالخبر. لا، نقول لهم الصفات اللي هي ممكن نسميها صفات قدرية او سمعية، زي السمع وزي البصر وزي الكلام، ده اللي نقول فيه. انما اليد والعين لا، اضافات او ايه نصوص، حتى العلماء اطلقوا عليها النصوص الموهمة او التي يوهم ظاهرها التشبيه او التشبيه. اذا في تسميتها صفات دي تجاوز، بس احنا من لا نثبت صفة الا بشروط، ان يثبت التصريح بها في آية او حديث مقطوع به. اذا آية خلاص، او حديث يعني متواتر، واضح؟ طيب اين في الكتاب العزيز ذكر اليد صفة لله؟ لو كانت صفة لكان المجيء بها هكذا، ان الله تعالى له يد مثلا عظيمة او كبيرة، او ذو اليد الكبيرة او المتينة. لا، انما وصف نفسه بذو القوة، وهنا معنى، ولم تأتي ذو الجلال، انما ذو اليد، ذو الوجه، ذو العين. شوف قال ايه، وجه ربك، قال ذو الجلال، ولم يقل ذو الوجه، قال ذو الجلال. شوف الوضوح، فدل على انها ايه ليست صفة. ما يجب ان نقول صفة الا اذا ورد ثبت التصريح بها في آية. يعني انت بتقول صفة، الحق سبحانه وتعالى حيسألك يقول لك هل انا، مش انت بتقول كده لا نصف الله تعالى الا بما وصف به نفسه؟ طيب يا سعادة المغفر، انت ربنا حيسألك هل انا وصفت نفسي باليد؟ هتقول له انت قلت يد الله، قلت يد الله، ما اقول لك ابهم، ده الحمير اليهودي اللي قاله، مش انت، ده ما رديت رد عليه وقالت اليهود ايه؟ اليهود اللي قال. يعني حتى بعض المغفلين استدل على ان الله تعالى في السماء ذو الجهة بقول مين؟ فرعون. لما قال يا هامان ابن لي، برضه معلوم نجعل فرعون المرجعية، يقول لك فرعون لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى لا، ده دليل على، ولم ينظر الى من القائل، من الذي طلب الايه؟ الكلام ده. يقول لك مش قال تعالى وقال فرعون، اما ربنا اسند الكلام الى فرعون، فممكن الكلام يكون مذكور في القرآن لكن على لسان مين؟ لكن على لسان ابليس او قول الكفار. فمش كل ما ورد في القرآن صحيح وصحيح من ناحية الثبوت، لكن من ناحية الدلالة يكون كلام باطل.
لانه كلا يعني يد الله مغلوله، مش ده ايه قرانيه لكن باطله، مش باطله من حيث الثبوت، من حيث الايه دلالتها، لانها تدل على معتقد مين؟ معتقد اليهود ان الله فقير ونحن ايه. فهم بيعملوا كده يسيبوا لقد سمع الله قول الذين قالوا، ويسيبوا سنكتب ويجيبوا ايه يكسر السياق ان الله فقير. إذا نثبت لله تعالى صفة اسمها الفقر أنه تعالى قائم ولم ينظر إلى بداية، إذا كده لا هذا لا يليق أبدا. فليس في القرآن ما يبين أن الله تعالى وصف نفسه بأن له يد، وإلا لكان الأسلوب كما قلت لكم. يعني واحد يسألني مرة كان في لجنة مقابلات، الحمد لله ما رحتش، أول سؤال زيارة الأولياء، ايش يسألك في العلم حتدرس هي المتون الآية الرومية المعاقيل قبول، واحنا هنروح ده بعدين. والغريب ان البلد اللي هنروحها ما فيهاش قبول لكن في ولاء للايه. وبعدين السؤال الثاني، هل الله تعالى له يد؟ انا سكت. قال انت ليه لماذا لا تصف الله تعالى بما وصف به؟ قلت والله لو وصف نفسه بهذا لا وصفته، وصف نفسه بانه سميع عليم بصير خبير، لكن اين الصفه اللي انت بتقول عليها له يد؟ قال لي يد الله فوق ايديهم. قلت له هذه اضافه في سياق معين يجب ان نفهمها في سياقها، وليست وارده على اثبات ان الله تعالى له يد. احسنت. قال خلاص هات واحد هات اللي بعد. لكن المفضل مولانا لهم استدلال هو لهم يد، هو لهم يد سبحانه وتعالى ولكن ليست كأيدينا. من الذي قال هذه العبارة؟ هو بيقول لك كده، هو تعالى له يد ليست كأيدينا، هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في أقوال الصحابة. اثبت فين النص كده؟ احنا عايزين نص، ما هو العقيده ما تؤخذش كده بكلام فلان وفلان. هم دائما بيقولوا الكريم بكتاب السنه. اي هو جميل جميل، هم بيقولوا مثلا الدليل من الكتاب، يمسك في الاستواء فيقول لك استوى على عرشه بذاته كما قال في كتابه. يقول له كذبت، اين كلمه في ذاته؟ هو قال استوى الرحمن على العرش استوى، لكن أين كلمة بذاته؟ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لأنها كلمة بذاته. أي رأيك اللفظ القرآني لم يوهم التجسيم، إنما كلمة بذاته اللي حطوها هي اللي أوهب. طب لماذا قالوها؟ ما كانش ممكن ربنا يقولها بذاته، يعني هم ليه أضافوها؟ بيستدركوا على الله، في المستدرك على الصحيحين. لازم ما في حد عمل المستدرك على القرآن. إلا إلا ها مين؟ ما هو هنا إضافة بيدي، مش يا المتكلم يا بيدي، إضافة مش معناها صفة. ها مثلا ابليس بيقول كده، بيقول ربنا بيرد على ابليس بيقول ايه، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ ابليس لم يفهم منها التجسيم ولم يقف عندها، ده راح على طول عدل حاجه ثانيه، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقت. كم ممكن يسال ابليس عن اليد؟ ولم يسال فيها، جهز اسلوب عربي، والعربية بتستعمل أو القرآن الكريم قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه. فين اليدين القرآن؟ ولا أنت لو خدت بالظاهر إذا القرآن ما يجيش الباطل من جهة كده يديه ومن جهة الخلفية، أما من هنا يجي، لكن الباطل ما يجيش من ما هو فيه. لو خدت بالظاهر معناه كده، إذا منع ربنا أبو الباقي يجي له بعض من فوق من تحت من هنا، لكن من الامام من الخلف لا. اذا هل القران له يدين؟ فالعرب تقول لمن يجلس في الجهه المتامسه لليدين يسموها ايه يدي، زي قوله تعالى تقدموا بين يدي الله ورسوله،
خلاص. والمراد بين يدي ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول شيء ان يثبت الصفة، عشان نخليها صفة، ثلاث اشياء: ان يثبت التصريح بها في آية او حديث، او يكون حديث احاد، حديث احاد يكون مشهور مستفيض ممكن، انما يكون ايه ويؤيده الاجماع، او له يمكن حديث الاحاد يؤخذ به بس على انه تأكيد واستئناس، ليس استقلالا ولا انشاء، يعني ما فيش مشكلة. ثانيا الا يدخلها احتمال المجاز او التأويل، يعني مثلا ان الله عليم حكيم، هل في مجاز هنا حقيقة والحكمة، انما اليد يدخلها المجاز ويدخلها التأويل، والعين برعايتنا بكلاءتنا بحفظنا، ده بقى فتح على مصراعيه. يبقى الصفات المحكمات ما يدخلهاش المجاز والتأويل، اذا دخلها التأويل ما ينفعش نخليها صفة، نخليها زي ما هي. مش كده قال الامام الشافعي رضي الله عنه: امنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول على مراد رسول الله. خليها كده التفصيل، مش انا لا الزمك بمعنى، انا اريد هي رأيت. قال الشافعي، قال احمد، قال فلان، قال حتى ابن عثيمين، اي انسان في اليد بكلام افضل ام ان تؤمن بالمعنى الذي اراده الله؟ خلاص يقول كده على ما على مراد الله، وليس على مراد ابن تيمية ولا ابن كثير ولا اي احد، خليه على مراد الله. بما حتى شوف الامام قال بما جاء عن الله على مراد، ولم يقل على مراد رسول الله، بل على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، رغم انه لو قال على مراد رسول الله لم يكن مخطئا، لان الرسول معصوم، انما اللي معانا دول معصومين مش معصومين، وهم يقرون على ذلك ويقولون كل احد يؤخذ من قوله ويرد، ومن يرد عليهم يقول لك لا. امال المعنى ايه الكلام ده؟ لما كل احد يؤخذ من قوله ويرد، مش لازم في رد، هذا من المردود. خلاص اذا اول شيء قلناه يثبت التصريح، لا اثنين ما يدخلهاش احتمال الايه المجاز او التأويل، ثلاثة ألا تكون من تصرف الرواة إذا جاءت في حديث، يعني أحيانا تبحث عن اللفظة تجدها إيه مش موجودة في القرآن ولا في إيه حديث متواتر، وإنما تجدها في حديث أحد زي إيه السؤال عن الله تعالى بأين، ولما تحقق وتغربل تجد ان لفظ اين دي ليست من كلام النبي وانما من تصرف الرواه، والحديث موجود في موطأ مالك بتاع الجارية، لم يقل لها اين الله، انما قال اتشهدين ان لا اله بدون ايه اين، فثبت بالتحقيق العلمي ان لفظ اين من تصرف مين. وكثير هذا في علم الحديث اللي درسه يعرف انه في ايه احيانا بيبقى من تصرف مين الراوي. يبقى بالاستقراء في اصول العقائد الاصول وجدناها قد ثبتت بالقطعي من الكتاب والسنة، الاصول وجود الله وقدمه وعدم مشابهته لخلقه والقدرة والسمع والبصر، اثبات اليوم الاخر والحساب الى اخره، كل ذلك ثبت بادلة قطعية الثبوت والدلالة، وهي اصول الاعتقاد وليست محتاجة لحديث احد. يعني المعركة اللي بيقوموا بها هاتوا عقيدة واحدة فقط ثبتت بحديث ايه احد، حتى اذا ورد الاحد لا يأتي ايه استئناسا او تأييدا وتأكيدا، ولا يأتي ايه انشاء واستقلالا. ومما يدل على ان حديث الاحد لا يفيد العلم قصة ايه ذي اليدين اللي في صحيح البخاري ومسلم، مش واحدة لو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذ بقوله أم سأل الصحابة لما قال قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، قال إيه كل ذلك لم يكن، قال بعض ذلك قد كان. فلو كان أخذ النبي بخبر الواحد عملية سأل الصحابة أصدق ذو اليدين، يبقى لم يأخذ به بالأحد. وكذلك ما رواه مسلم
أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى سيدنا عمر تروي أن زوجها كان قد طلقها على عهد رسول الله فبت طلاقها، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة، وقال اعتدي. الحديث ده فيهم في مسلم. فاطمة بنت قيس راحت لسيدنا عمر وروت أن زوجها طلقها على عهد رسول الله فبت إيه طلاقها، فلم يجعل لها رسول الله نفقة ولا إيه سكنة، وقال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. خليك إيه. فلم يقبل ذلك سيدنا عمر، مرضيش بالخبر ده بتاع فاطمة بنت قيس، وقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت، فإن الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بيت ابن مكتوم ولا يقعد في بيتك. يبقى سيدنا عمر مرضيش ايه يقبل قال لأنها معارضة للقرآن، ربنا قال لا تخرجوهن ايه من بيوتهن، وده يقول لها روح بيت أمه. فلم يقبل سيدنا عمر خبر فاطمة مع أنها صحابية، ليه؟ لمعارضته للآية الشريفة. ومنه يتبين لنا أن خبر الواحد يحتمل الخطأ ويرد إذا عارض ما هو ثابت ومقطوع به. كذلك أمر ثاني، السيدة عائشة رضي الله عنها ردت حديث مين سيدنا عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله، واستدلت بقوله تعالى إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، خلاص كده. وجاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يبقى كيف يعذب الميت ببكاء أهله. وبعد كده فهم سيدنا عمر يعني قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب وإنهم لا يبكون، يعني رأى قوما يبكون عند قبر فقال إنهم يبكون وإن صاحبهم لا يعذب، ففهم منه أن العذاب بسبب بكائهم، ولكن هم بيبكوا عليه فسرين يعني مفارقين، لكن لو عارفينه بيتعذب ما كانش يستحق البكاء ده، كان يلا خليه تمام كده. فقالت وهم سيدنا عمر، فهو حصل ربط، لكن قالت كيف نسي قول الله تعالى إيه ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعذب الميت ببكاء أهله إلا إذا أوصاهم، أول ما تضرب الخدود وتندب وتجيب الطين وتحطوه على هذا العالم وقال كده يعذب، مش بالبكاء، بالوصية اللي كتب، حتى لو ما بكوش، ولو بكوا هيعذب عذاب أزيد. فهل يجوز أن يعتقد المسلم في ذات الله أو في صفاته بأخبار يحتمل أن يظهر له أنها خطأ؟ بعدما العلماء حققوا وبحثوا وجدوا أن لفظة أين دي من تصرف الرواه، فبالله عليك لبن العقيدة ونربط عليها قلوبنا، وبعدين يتبين أنه تصرف راوي ينفع ثاني، نعودين أشياء مقطوع بها قطعية الايه الثبوت وقطعية الدلالة، فما سميت العقيدة إلا لكونها مبنية على الثوابت التي لا يمكن أن يقرأ عليها ما يزيلها. لكن لو اكتشفنا أن اللفظ دي مش من كلام رسول الله وأنه راوى حنندم، قعدنا معتقدين ثلاث ممكن واحد يموت قبل ما ايه نكتشف الايه الخطأ البين. فلا يصح أبدا أن نجري في الأمور الاعتقادية على ايه خبر الواحد في الأصول. ولذلك أنكرت السيدة عائشة أيضا على سيدنا أبو هريرة، مش على سيدنا عمر فقط، الحديث بتاع ايه الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس. قيل لها إن أبا هريرة يقول قال رسول الله الشؤم في ثلاثة، وفعلا قال رسول الله هذا الكلام، لكن قالت لم يحفظ أبو هريرة، لأنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجملة الأولى قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. يعني هو الرسول في الأول قال لعن الله اليهود يقولون الشؤم، هو دخل عندي إيه الشؤم في ثلاث، فنسب الكلام إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحكيها عن مين؟ عن اليهود. فصحت السيدة عائشة. إذن خبر الواحد ممكن يكون فيه سمع بعضه لم يسمع
هذا مش احنا بنرفض ما خبر واحد ممكن يكون صحيح ويخضع لنفس قواعد الجرح والتعديل، لكن ما ينفعش في الايه في العقائد، لانه في حديث ثاني لا طيرة في الايه في الاسلام، وانما الشؤم في الاعمال الايه السيئة والفواحش، وليس في المرأة ولا في الدار ولا جيدا. حتى لما تبحث عن كلام العلماء وأئمة السلف تجد مثلا قال ابن عبد البر ومن كبار المالكية: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ قال: والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يوجب العمل دون العلم، وهذا قول الشافعي وقول جمهور أهل الفقه. وقال الإمام الشافعي: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع يقدم على الحديث المنفرد، يعني حديث الايه الأحاد. والإمام البخاري شوف الذكاء بتاعه في الصحيح، كتاب أخبار الايه الأحاد كده، كتاب كده بعنوان كده أخبار الأحاد من صحيحه، قال ما نصه ده البخاري مش ابن حجر، بيقول: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، يعني الكلام ده كله ايه عمليات ولا اعتقاديات؟ عمليات، يعني معناه يقول لك إجازة خبر الواحد لم يقل في التوحيد ولا في، لا قال في الأذان الصلاة الصوم الفرائض الأحكام. ذلك ابن حجر قال: أفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ليعلم إنما هو في العمليات لا في الايه في الاعتقاديات. وهناك كلام للإمام النووي الخطيب البغدادي وفي غيرهم. وقال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات: ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله، أو ده كلام مين؟ البيهقي. إذا لم يكن لمن فرد منها أصل، يعني ممكن نحتج بها بس يكون لها أصل فيه في الكتاب أو ليه أو الإجماع، ما هي السنة أو في السنة المتواترة. قالوا: واشتغلوا بتأويله، يعني جعلوه من المجاز أو من الإيه من التأويل. أهو ابن تيمية نفسه في كتاب الإيه منهاج السنة النبوية يقول: أصول الدين لا تثبت بأخبار الأحد. كلام ابن تيمية نفسه، يعني عشان في منهاج السنة النبوية في الجزء 2 صفحة 123 العوز راجع الجزء الثاني صفحة 123، يقول: أصول الدين لا تثبت بأخبار الآحاد. يبقى أول حاجة يثبت بها إيه العقيدة الإيه القرآن الكريم والسنة الإيه ها والسنة المتواترة. باب ثلاثة إيه الإجماع. الإجماع قبل الحديث الآحاد، الكتاب واحد، اثنين سنة الايه، ثلاثة الاجماع وهو يقدم على الحديث الصحيح الاحد. قال الامام النووي، شوف العبارة بتاعت النووي: متى خالف خبر الاحاد نص القرآن او اجماعا وجب ترك ظاهره، ولا يلزم في انعقاد الاجماع اجتماع المجتهدين واهل العلم بابدانهم، بل المطلوب اجتماع الكلمة، يعني يكونوا وافقة مش لازم يجلسوا مع بعض يجتمعوا. كذلك مثلا نأتي للايه لما ذكرنا الاجماع نجيب مسائل من المجمع عليها في الاصول، ايه يعني مثلا احنا كأمة اسلامية مثلا معادلة تقريبية، عندنا اصول عندنا فروع كده، احنا مجمعين سواء شيعة زيدية إباضية خوارج معتزلة في الاصول متفقين على كام في العقيدة؟ 99% في الاصول، 1% او اقل اللي هو في اختلاف بين الامة كلها. لابد في الفروع متفقين على 75% في الفروع، و 25% هي المساحة اللي فيها المباراة.
يبقى في الاصول 99 او تقول 98 عشان ما نبالغش، اقول لك ما تبالغش 97 هتضر النسبه بسيطه، لا تكاد تذكر. انما تعالى بالله عليك عند النصارى تجدهم في الاصول مختلفين على 99%، والاتفاق بينه على واحد، والواحد مش هو المسيح كمان يعني. حاجة غريبة يعني، في ما عندهمش اتفاق في الأصول، مختلفين في ده. عندهم مسيح طبيعة واحدة، الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية واليهود وغيرهم. إنما تعالى احنا ما عندناش يعني، حتى بعض الناس يجيب علينا مثلا اختلاف الأهلة في رمضان، ولا اختلاف مثلا الوقت عرق العيد أو حاجة دي يعني تساوي إيه يعني بالنسبة للي عندهم هم؟ ولا حاجة. واللي يقول لك اللي هو بيته من زجاج ما يضربش الناس بالطوب، ما هينعكس عليه، هينهدم البيت كله، اقل حاجه هو منظر البيت. انما احنا بيوتنا صخر حديد، لو ضربتها حتى بالنابال مش هيأثر فيها، قويه يعني ثابته. ها مقصود بالاصول هنا اللي هو الفلاحيات والقوات والاصول، يعني المقطوع بها اللي هي قطعي الثبوت وقطعي الدلاله، ده مش مختلفين فيه على 99 98 واحد بس. انما الفروع اللي في القياس العمليات متفقين على 75%. فيريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. تصور الشيطان يعمل لنا ايه؟ يحاول يصور لنا ان الواحد في المية ده اكبر من 99، ويخلينا نضرب بعض ونقاتل ونكف عشان الواحد ده، ويمكن يكون اقل من واحد، ويصور لنا انه 25% اللي هي الربع اكبر من الثلاثة اربع، ويهول لنا انه 25، يقول لك انتم متفرقين وانتم متناحرين وانتم متعادين وانتم ضللتم في العقيدة وتفرقتم 73 و76، ده الان 73، ده لو الشهر الثاني موجود اللي كتب حاجدهم اكثر 3000 يمكن 7000 زادوا كثير عن العدد اللي. وحتى لما جوا عدوا الفرق احتاروا، حاولوا يوصلوها بأي طريقة للعدد ده، فما قدروش. اللي وصل 69 وبيجي يتكلف، فقسم فرقة فرقتين عشان يكمل العدد، عشان يوصل لحدث ما وجدوا ان اصول الفرق دي 6. وبعدين لما تبحث في تاريخ الملتين، طب تعالى اليهود في التاريخ بتاعهم تجدهم 12 13 ما يصلوش الى 15 فرقة، فين بقية ال 71؟ والنصارى عدهم والآن مش هتصل الى هذا العدد ابدا، غير معروف في تاريخ الملتين. ففي كلام كبير حول الايه الحديث ده. حتى الامام البخاري ما ترك في ابواب الفتنه الا روى حديث، لو كان هذا صحيحا لما تركه الامام. ده مهم جدا الحديث ده في الفتنه وفي التفرق وكذا، ومداره كله على محمد بن علقمه بن وقاص الليثي، وقال انه ده صدوق له ايه اوهام، والصدق وحده في رواية الحديث لا يكفي، فكيف اذا انضم له ايه اوهام. ولذلك لم يروي له البخاري اصلا باب ومسلم، قال لم يروي له منفردا انما بانضمام غيره اليه، وما رواش الحديث ده. طب نصلي ونرجع ان شاء الله. كلهم ايه في الاصول ما فيش اختلاف الا في ايه
يعني يسير جدا 1-2%، لا يتعدى ذلك بأي نوع من الأنواع. أما بالنسبة للفروع متفقين على إيه 3/4 الفقه الإسلامي مسائل مجمع عليها بين جميع المذاهب الإسلامية، والمساحة اللي فيها الاختلاف أو فيها الاجتهاد هي بدل الأصول. لكن في دائرة ثانية بعض الناس يفهم بكلمة الأصول يعني العقائد كده، والفروع يعني الأحكام الفقهية. لكن أيضا هناك فروع للعقائد، يعني هناك في العقائد في أصول وفي فروع في العقائد نفسها، فيها أصول وفيها فروع. يبقى مساحة الاختلاف في الفروع العقدية ممكن تكون أكبر من النسبة اللي قلناها، ممكن تكون مثلا 10% في الفروع. يبقى هناك في دائرة اسمها اختلاف في مجال أو فروع العقيدة، يعني مثلا لم يختلفوا في إثبات الصفات، حد اختلف في أن الله تعالى متكلم؟ تفضل يا مولانا. نعم على طول يا مولانا، مش عاوز يسيبك ابدا انت عارف. هناك مسائل يسموها المجال او الامور التي لها اتصال بمسائل عقائديه، مثلا لم يختلفوا في انه تعالى متكلم او غير متكلم، يبقى كلهم اجمعوا حتى المعتزله على وصفه تعالى بالكلام، ولكن اختلفوا في المراد بالكلام. فالمعتزله قال متكلم بمعنى خالق الكلام، والاشاعره قالوا بالكلام النفس، وغيرهم اللي قال بالحرف القديم. يبقى الاختلاف في مدلول الصفه وليس في اثبات الصفه او في اصل الصفه. هذا النوع موجود. كذلك مثلا لم يختلفوا في الصفات، هل هي ثابته ام غير ثابته، ولكن اختلافهم في هل الصفات هي الذات او هي غيرها، هنا في مجال بين المعتزله وبين مين؟ وبين اهل السنه. ولم يختلفوا في الصفات نفسها، ولكن في مخالفتها او في مغايرتها للذات. احيانا يكون الاصل ثابت ومتفق عليه ولا اختلاف فيه، ولكن المدلول هو اللي فيه واحيانا يكون في الاصل نفسه، زي اختلاف في مسألة الرؤية ليس من هذا القبيل، ولكن في اثباتها ونفيها. ولم يثبت الرؤية ثم اختلفوا في المراد بها، الاختلاف هنا قد نوع ثاني، هل هي ثابتة ام هي غير، مع الإيمان بجميع النصوص التي وردت في إثباتها وفي نفيها. لكن هنا سلكوا مسلك التأويل. يبقى المسألة هنا تحتاج إلى تمحيص وإلى خطورة في التعامل في مثل هذه القضايا. نأتي هنا إلى ذكر بعض ما أجمعوا عليه عشان نشوف أنه ما فيش بين الأمة الإسلامية تفرق في أصل الدين كما حدث للأمم السابقة. اتفقوا على أن الله تعالى واحد لا شريك له، يعني ما فيش اختلاف في الوحدانية. قالوا لا فيما يتصل بها ولا في مدلولها ولا في ثبوتها، ما فيش خالص. ما في دائرة يعني في توحيد الصفات وتوحيد توحيد الذات، توحيد الصفات وتوحيد الأفعال، ما في كلام هنا. يمكن في الافعال في كلام للمعتزله في اثبات الخالقيه للانسان، لكن ليست استقلاليه، وانما قالوا ان العبد يخلق افعال نفسه بقدره او بقوه خلقها الله. ولولا انهم قالوا ان هذه القدره خلقها الله، يعني ارجعوا امرها الى الله، لكفرهم العلماء واخرجوهم من المله. يبقى في اختلاف، لكن تجده مدار الاختلاف بياخذ مناحي شتى بخلاف الامم السابقه. تجد مثلا الاختلاف في القضايا الاساسيه الجوهريه التي تنبني عليها الديانه، وهذا النوع عصم الله تعالى الامه منه، والحمد لله رب العالمين. واتفقوا على انه تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء غيره،
شوف لازم هنا ايه ده من قبيل العموم الذي اريد به الخصوص. لو انه خالق كل شيء حياته كل نفسه لانه تعالى ايه حياته اذا كانه خالق نفسه لا خالق كل شيء لازم يوجد في قيد هنا خالق كل شيء غيره خلاص كده. هذا ما في عام في القرآن الكريم ولا في السنة الا هو ايه مخصوص. يعني مثلا قوله تعالى تدمر كل شيء هل دمرت الجبال؟ لا يبقى كل شيء مما ايه اذن الله لها بتدميره. ولو هل دمرت السماوات؟ هل دمرت العرش؟ ومتين كل شيء يبقى معناها كل شيء يعني مما ايه اذن الله لها بتدميره. لان التدمير هنا بامر وليس تريح كذا هوجاء طيشاء عمياء لا. قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فهي مأمورة. ولذلك الريح اللي في غزوة الأحزاب دي اللي هي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح دي لم تكن مهلكة. الريح اللي كان فيها الهلاك اللي هي بتاعت مين؟ عاد. قال صلى الله عليه وسلم أهلكت نصرت به الصبا وأهلكت عاد بالدبور لأنها تسمى دبور لأنها كانت تهب من دبر الكعبة. الصبا اللي هي تيجي من مواجهة الكعبة الشريفة دي كانت مدمرة مهلكة قاتلة. إنما الريح دي بتاعة غزوة الخندق كفأت الأودية وشندرت بالهم وعطمت يعني شلت حركتهم واستطاع المسلمون هزيمتهم من غير قتال وكفى الله المؤمنين القتال. وهم عرفوش ما فيش من الحائر على طول لمهم كده فريقا تقتلون وايه يعني بيقوا زي ما شايفين كده حالهم مقلوب كده قلبت الخيام وغبرت غبار شديد. المهم بس ايه ماتوش وكانوا صناديد زعماء الكفر. ليه؟ لأن الله تعالى علم أنه سيخرج من أصلابهم من يكون يعني من القادة. خالد بن الوليد طلع من ظهر الوليد بن المغيرة وعكرمة طلعت منهم ناس كبار من الصحابة فدول ما يصحش يموتوا دول لأن علم الله تعالى فيهم إيه؟ فيهم خيرا بخلاف الجماعة الشعاد ما خلاص صمموا على الكفر وعلى العناد وبطشوا إذا بطشتم إيه؟ جبارين. يتفقوا على انه تعالى واحد لا شريك له. يعني دي مسائل مجمع عليها بين كل من ينتسب الى الاسلام لا شيعة ولا غير كله. ولا انه خالق كل شيء غيره وانه تعالى وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الاشياء لانه تعالى كان وحده. لو الاشارة الى الحديث يعني كان الله ولم يكن شيء غيره ده اتفاق واجماع ولم يشد احد حتى ذكرها ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع. إلا أنه ابن تيمية سامحه الله رجع تحتها في النقد قال ولم يتفقوا على أنه تعالى لم يكن شيء إنما اتفقوا على أنه لم يكن شيء قبله. يعني عاوز يثبت القدم معروفة. ثم خلق الأشياء كلها كما شاء واتفقوا على أن النفس مخلوقة والعرش والعالم كله مخلوق أن النبوة حق أنه كان أنبياء منهم من سمى الله في القرآن ومنهم من لم يسم لنا منهم من قصصنا عليك ومنهم وأن محمد رسول الله. يعني لا توجد طائفة في بعض الناس يتهم الشيعة يقول لك ده الرسالة لعلي مش لنا لأنه لو كانوا لو أنهم نفوا الرسالة عن محمد لما دخلوا في زمرة المسلمين أصلا ده القضية أصلية أساسية. لو أنكرت الشيعة أو طائفة منهم رسالة سيدنا محمد ما عدهم أحد في المسلمين. مدامت فرق إسلامية معناها بيقولوا إيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد. في جماعة كانوا ينتموا اسمه الغرابية أو السبئية دولة ممكن مصراحة في 60 داهة ما فيش دولة منهم كانوا يقولون بالاستداع يعني كان توديع الرسالة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كان بشؤون النبي يعني زي الوصية في مال حدث ما يكبر ويتبعوا إليهم ويبدلوا الرسالة خلاص.
طب ليه ما كانش وديع عندي سيدنا جبريل لحد ما يقول ليه اديها لواحد ثاني؟ ايه الحكايه؟ ايه استعجال وجهه ايه؟ ده اني راس مال ده حيضيع، ده محفوظه عند الله. يعني كلامهم لا عقل يقبله. يعني السبائيه والغرابيه اللي هم نفوا الرساله وادعوا انها لسيدنا علي لم يعدهم احد في ايه؟ في المسلمين. خلاص؟ دي قضيه اصليه. واتفقوا على ان دين الاسلام ناسخ لجميع الاديان قبله. برضو دي من الاصول، يعني ما احد الان يقر اي واحد كتابي يهودي او نصراني على دينه، بمعنى انه لا يلزمه الدخول في ديننا. لان دين محمد نسخ جميع الاديان قبله. فلو كان كتاب يهودي ونصراني لازم عليه لزاما، مش يعني اختيارا، ان يدخل في هذا الدين وان يترك ما عليه. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين ومهيمنا، يعني ناسخا لجميع الشرائع قبل. فلا يسع احد ان يبقى على دينه حتى ولو كان نبيا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. حتى شوف، إذا ما يسع أحد من الطوائف يهودي أو نصراني إنه يظل يقول أنا صاحب كتاب أو أنا صاحب شريعة وأظل على معتقدي. لا. وعلى أن الجنة حق، أنها لا تفنى. الكلام في الفناء ده للنار الموجود في النار، في الجنة ما حدش قال، رغم انه الادلة واحدة، الادلة متكافئة. يعني الدليل اللي استدلوا به على فناء النار انه ايه؟ ما دامت السماوات والارض الا ما، ما هو الذكر ده في الجنة ايضا. طب لما لم يقولوا بفناء الجنة؟ ما احد قال بفناء الجنة، انما اللي قالوا قالوا ايه؟ بفناء النار. وان النار حق وانها لا تفنى ولا يفنى اهلها. خد بالك، ما دامت الجنه باقيه يبقى هي إيه باقيه كده فارغه ولا فيها؟ ما دامت هي باقيه يبقى اهلها باقون فيها، وما دامت النار باقيه يبقى ايه؟ هذا دليل على بقائهم فيها، خالدين فيها ايه؟ ابدا. فالجنه لا تفنى والنار لا تفنى، فالخلود هنا مستمر والخلود هنا ايه؟ مستمر. طب وايه معنى الا ما شاء ربك؟ يعني معناها ان الخلود والبقاء لهما ليس ذاتيا وانما معلق بالمشيئه. يعني لو شاء لو اراد لافناهما، ولكنه تعالى اخبر بانهما لا تفنيان، وما اخبر به لا يتخلف عقلا ولا شرعا. شرعا يعني في العقل يجوز، انما في الشرع لا. وعد الله لا يخلف الله ايه؟ وعد. بمعنى إلا ما شاء ربك، يعني لو شاء لأفناهما، فليست بباقيتين من ذاتهما، وإنما البقاء به بإبقاء الله تعالى لهما، فليس ذاتيا، وإلا لشاركت الله تعالى في صفة البقاء. ما في أحد في مخلوق ولا إنس ولا جن يشارك الباري تعالى في البقاء. لما البعض يقول بس الجنة ستبقى وأهلها سيبقون، لا يشاركونه في هذه الصفة أبدا، لأن البقاء ليس لهما من إيه؟ من ذاتهما. ولو شاء لأفناهما. واتفقوا على أن القرآن هو المتلو في المصاحف. يعني سبحان الله، ما في فرقة تنتسب إلى الإسلام في الغرب ولا في الشرق ولا في الماضي ولا في الحاضر قالوا بأنه في قرآن آخر غير القرآن ده. حتى القول اللي اتهم به شيعة لا، لأنه عندهم كتاب اسمه الرد، أنا شفته، الرد على إيه؟ على من قال بتحريف القرآن. ما القرآن المطبوع في إيران وفي العراق هو نفس الطبع، وتبقى مراجعين لجنة من الأزهر ومن الشيخ، ما فيش. واللي في الهند واللي في باكستان ما فيش آية زيادة ولا آية نقص. والكلام اللي بيقولوه ده احنا لنا الظاهر، اذا كان في حاجه في باطن مفيش حاجه ظهرت. هل اخرجوا قرانا اخر؟ هل طبعوا سوره اسمها سوره الولايه ولا ايات اخرى زادوها او نقصوها؟ هو القران ده متفق عليه. ولو حدث
وقالوا بقرآن آخر أو بسور زائدة أو ناقصة، فورا يجتمع العالم الإسلامي في مؤتمر من مؤتمراته ويخرج هؤلاء من الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله. واتفقوا على أن القرآن أوله إيه؟ الحمد، وآخره إيه؟ قل أعوذ برب الناس. ما يوجد مصحف في العالم الإسلامي إلا أوله الفاتحة وآخره إيه؟ الناس. ما فيش أصلا حد يعني جرؤ أنه حد، إلا أنهم اختلفوا في إيه؟ واتفقوا كمان على أنه لا نبي مع محمد ولا بعده أبدا. يعني لا يوجد جماعة منتمين إلى الإسلام من أي طائفة من الطوائف إلا ويؤمنون بأن الرسالة لسيدنا محمد لم يشاركوا فيها أحد معه، ولم يأت نبي بعده، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم إيه؟ خاتم النبيين. لكن فيه القديانية أو جماعة قالوا كلام، لكن كلام هذيان، إنه هو إيه؟ خاتم الـ خاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، وهذا من السفه، لأنه إغلاق باب النبوة يلزم منه إغلاق باب الرسالة، لأنه كل رسول نبي ولا عكس، وبينهما عموم وإيه؟ وخصوص مطلق، لأنه معناها النبوة الرسالة منين؟ من النبوة، لأنه لا يوجد رسل إلا من الأنبياء، يعني معناها ربنا لما يختار رسل هيختارهم من مين؟ من بين الأنبياء. وباب النبوة أغلق، خاتم النبي، نبقى منين تيجي الرسل؟ لأنه ممكن يكون نبي وليس رسول، لكن هل يمكن يكون رسول ليس نبي؟ لا يمكن، إلا الشيخ الشعراني قال يمكن، بس إيه؟ مش من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا، إذا الرسول الملكي مش نبي. رسول الله سيدنا جبريل يعني رسول، لكنه ليس إيه؟ ليس نبي. اتفقوا على أنه لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده، إلا أنهم اختلفوا فيه، دي موجودة ومش مشكلة دي لا تضر، اختلفوا في عيسى. هذه من المسائل، هذا مثال من الأمور الاعتقادية اللي فيها إيه؟ اختلاف. ده مش بين الشيعة والسنة والمعتزلة، ده بين أهل السنة نفسهم. هل اختلفوا في عيسى أينزل قبل يوم القيامة أم لا؟ موضوع الرفع والنزول اختلف. بعضهم قال طبعا مردود عليه، احنا مش بنأيدهم، يعني ها الذين قالوا بالرفعه بروحه، وانه انكروا احاديث النزول وانكروا احاديث، هذه كلها في ابواب الاعتقاد لكنها ليست من الاصول، هذه فروع لا يضر، لا يكفر بها ولا يستضر في الاعتقاد. واختفقوا على ان كل نبي ذكر في القرآن حق. طبعا المذكورين في القرآن كام؟ 25 28، في ثلاثة مختلف فيهم وفي 25 مقطوع بهم، تمام. الثلاثة المختلف فيهم لقمان والعزير والخضر، في واحد رابع تقريبا مش نسيا، و 25 18 منهم مذكورين في ايه؟ في آيات الأنعام، وتلك حجتنا. وبعد كده السبعة اللي هم ايه؟ 7 و18 25 والثلاثة مين نقول ايه؟ عزير خضر ولقمان وذو القرنين. نعم. وكده في واحد اللي نسيته، هو ده قدر ذو القرنين، اختلفوا هل هو نبي ولا مش نبي. اذا احنا نؤمن بما ورد منهم بالتفصيل بأسمائهم، ولم ما لم يذكر نؤمن بهم ايه؟ إجمالا. عددهم كان جاء في حديث في الحاكم وفي الترمذي تقريبا، لكن أحد عشان كده العدد لا نؤمن به قطعا. 124 في رواية 200,024، فعشان كده ما أحد، فلا نقطع أو لا، لأنه العقيدة ما نقدرش بعدد معين، بمعنى أنا قلنا 125 ولا 200,000 ولا 100، لا نؤمن بكل إجمالا بدون تحديد إيه عدد، لأن العدد لم يأتي في حديث متواتر أو في نص قطعي،
طيب ومتى يكون حتى لو واحد مثلا بعض الناس يفهم كده انه لازم يحفظ اسماء لازم تحفظ ال 25 ولو ما حفظش واحد منهم ده مش مؤمن؟ لا لا ده في علماء مش ناس عاديين لو سألت انت ده حفظ 10 او 15 مش حفظ الباقي لا يعرفه اصلا فضلا عن ان يكفر به هو مش عارفه ده ايه ده يعني لو سمعوا كده في غير القرآن افتكروا واحد مثلا بتاع توكيل مثلا توريد أسلحة حاجة ما يعرفش منه في هذه الحالة متى يكون الكفر قالك يجب الإيمان بهم تفصيلا بس مش معنى على حفظ أسمائهم بمعنى إذا ذكر واحد منهم وسئل عن نبوته فأنكر هنا التفصيل عنه هنا يكفر بس بشرط أن يكون عالما أما إذا كان جاء يقول لا تعال أنت فاهم إلياس ده واحد عندنا لا ده نبي ومذكور يفهموه بعد ما يفهم ويعرف وينكر هنا إيه يحكم إنما إذا كان رجل عامي ومش عارف مين كيف نكفره ده لازم نعلمه الأول لأنه بعضهم إيه لا يعرفهم فهنا مسألة أنه كافر أو غير كافر إذا سئل وأنكر بعد إيه بعد تعليمه لا 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 تنظر في الخلاف بهذا الكلام الجمهور كلام الجمهور الخلاف ذا رأي للإمام القرطبي والأشعري قالوا إيه مش عارف مين تاني قالوا بنبوة ابن حزم قالوا بنبوة مريم ورأيهم وجيه والله أنا قعدت أتأمل فيه عجبني وكدت أن يعني أعتقد به لكن متخليني مع الجمهور أثر ولم تكن نبيا قط إيه أنثى هم قالوا ايه الدليل اللي استدل به الجمهور على نفي نبوتها هو في الحقيقة لا يصلح ليه لانه التصريحنا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا هذا نص في نفي الرسالة وليس في نفي النبوة هم لم يقل احد بانها رسول كلمة رسول وعبد الرسولة رسول سواء رجل او امرأة رسول ما تؤنش فعول ده رجل صبور وامرأة صبور وأقول صبورة يا في اللغة من فعل على هيئة واحدة سواء للرجل أو للمرأة للذكر أو الأنثى رجل صبور امرأة إيه صبور وأقول صبورة انفع هم قلنا دليل الجمهور في رد النبوة يعني مش صريح لأن الآية صريحة في إيه؟ في الرسالة وليس في النبوة ثم إنه النبوة معناها إيه؟ معناها الوحي الذي يوحي بجالها الملك فأرسلنا إليها روحا وتمثل لها بشرا وبعدين ذكرت سورة في سورة الأنبياء لم يذكر لو تأملت في هذه السورة لم يذكر فيها أحد غير الأنبياء وذكرت مريم معهم والتي احصنت فرجها وفي سورة مريم لم يذكر معها غير الانبياء يعني اذكر في الكتاب مريم واكيد اذكر موسى ادريس اذكر ابراهيم اسماعيل اولئك وبعدين قال اولئك الذين من النبيين الاشارة راجعة لكل من ايه من ذكروا من اول السورة وفيهم مين جبريل مريم فيهم مريم عليه السلام فالقول يعني شديد وقوي ولكن احنا نعمل ايه لا نخالف الجمهور ليه لانه في مسألة مهمة لانه في رأي كبير بعدم التفرقة بين النبي والرسول في مصطلح القرآن يعني معناها المترادفان قول ده قول قوي فعلى هذا القول لا يصلح الكلام ليه اللي قاله القرطبي ولا قاله لانه لو ثبتت لها النبوة يبقى معناها إثبات للرسالة من طريق خفي ولكن لا نقول به وخلينا مع مين مع الجمهور وحديث كمان كمل من أنا بجيب لك الأدلة اللي بتأيد مش بتعارض ومع ذلك لا أقول به كمل من الرجال كثير الكمال ده معناها النبوة
بدليل كمل من الرجال، يعني الكمال هنا في الأنبياء، لا يكون الكمال البشري إلا في نبي، ولم يكمل من النساء إلا أربع. بدأ إشارة قوية على أنهم إيه دولة أنبياء. وعلى أي حال ده في إيه عالم زمانهم، يعني مش هتخص من القضية أصلا في أمتنا، ما فيش يعني حتى لو أيدناه يعني على أنه شيء في الماضي، إنما انتهى إيه هذا الأمر. والحمد لله ربنا قال وخاتم النبيين، حتى لو كانوا أنبياء ما فيش الآن برضو خلاص. ولذلك تجد سر في آية الأحزاب، جاءت خسم النبوة في مقابلة نفي الأبوة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن فذكر خسم النبوة في إيه في مقابلة نفي الأبوة، ونفي الأبوة كان إيه لم يقل أبا أحد من الرجال، ولكن قال من رجالكم، أما المنسوبون إليه فإنهم رجال الله، وليس إيه زي ما قال إيه حب إليه من دنياكم، ولم يقل من الدنيا، من دنياكم، زينا من رجالكم، يعني من انتسب إليه فهم رجال الله، زي أهل القرآن أهل الله، فكيف ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من رجال الدنيا. ولم ينفي أبوته عن النساء ولا عن الأطفال، بدليل أنه أب لأبنائه، وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال، يعني ما في واحد بلغ، ما كلهم إيه ماتوا في سنة سنتين، فلم يبلغوا مبلغ الرجال، فلم يصح نفي الأبوة عنهم، إنما نفاها عن الرجال. طب وفاطمة عليها السلام لم تكن من الرجال، كانت أنثى، فلم تنفى عنها الأبوة. طب وأولاد الأنبياء لو عاشوا لكانوا أنبياء، فلهذا إيه كان من حكمته تعالى لأن النبوة ختمت به أن يقبضوا كلهم في حياته. أما فاطمة عاشت لأنها لم تكن إيه رجلا، إنما كانت أنثى، والنبوة لا تكون في النساء، فلذلك عاشت من بعده. وذلك تجد في القرآن الكريم أولاد الأنبياء كلهم أنبياء، زكريا ابن يحيى، داود سليمان، إسماعيل، إسحاق، يعني كلهم دول إيه أولاد الأنبياء أنبياء عربي. فليه شد سيدنا محمد؟ فما ينفعش الحل إلا أنهم دول يموتوا كلهم، لأنه لو عاشوا هيكونوا. ثم أنه في حكمة ثانية، وهي أنه لو فرض مثلا بلاش موضوع النبوة، عاش له صلى الله عليه وسلم ولد ذكر، كان اللي حصل ما استطاعوا أن يقدموا عليه في الخلافة أحد، فحتتحول العملية إلى آل سعود، فمش هينفع، فخلاص. فش حكمة الله سبحانه وتعالى يبقى الاتفاق ده. قالوا إن الحوادث قبل حدوث، برضو مما اتفقوا عليه، قلنا اتفقوا على أن كل نبي ذكر في القرآن حق، وقالوا إن الحوادث مما اتفقوا عليه، إن الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعيانا ولا جواهر ولا أعراض. خلاص كده، ده يعني معناها ما فيش حوادث لا إيه لا أول لها، وليس هناك إيه كل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل كده، يعني مش حوادث قديمة. والقول بغير ذلك يؤدي إلى القول بقدم العالم، والقول الذي يؤدي إلى الكفر كفر. هذا كله إيه من الإيه مما أجمعوا عليه، وأجمعوا على استحالة وصفه تعالى بالصورة والأعضاء، يعني من المجمع عليه ما يعني أحد حتى اللي انتسبوا إيه إلى التشتيم والتشبيه لم يصرحوا بذكر إيه الصورة والأعضاء، وأجمعوا على أنه لا يحويه تعالى مكان ولا يجري عليه زمان، فهو سبحانه كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. خلاص كده، يبقى الإجماع ده كل هذه مسائل إجماع في أصول العقيدة. فالإجماع المقبول، ممكن واحد يقول مثلا
الإجماع ده اللي هو حجة اللي هو كان في زمن الصحابة فقط، الإجماع اللي هو حجة اللي كان في عهد الصحابة. طب هل الإجماع بعد زمن الصحابة في حكم حادثة لم تكن قد وقعت يومئذ في زمنهم يشترط ألا يكون في المسألة دليل مقطوع به يخالف ما أجمعوا عليه؟ إذا ما ينفعش نقول إنه في حادثة ظهرت لم تكن في زمن الصحابة. ليه؟ لأن المسائل اللي أتكلم فيها دي أصول الدين وما يجب على كل المسلمين، فلا يقبل فيها إجماع بعد عصر الصحابة أبدا. ممكن في العمليات الاجتهاد الاستنساخ أداء الأعضاء نقل ممكن حاجات فقهية، لكن مسائل اعتقادية ما اعتقدوهاش الصحابة ولم يقولوا فيها ونعمل. وذلك في مجامع فقهية في العالم كله، لكن في مجمع في العقيدة؟ ده هنتحول في الحالة دي إلى مجمع نقية اللي هو بتاع النصارى، المجامع المسكونية. مش هينفع يجي بعد 300 سنة أو 500 يقرروا في العقيدة شيء، لا يصلح. يبقى الإجماع في المسائل دي اللي هو كان فين؟ في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولنا في نحزم في كتب ثاني بتاع ابن المنذر، ابن عاصم بن المنذر. احنا قلنا أول حاجة أول دليل القرآن الكريم اللي هو المصادر، اثنين سنة، بعدين الإجماع وذكرنا. والإجماع المراد به اللي هو في عصر الصحابة. واحد يجي يقول لك طب ما هو بعد زمن الصحابة ده حدث، لا ده الكلام يعني الإجماع الفائدة دي مهمة، خد بالك. الإجماع المقبول بعد زمن الصحابة هو يعني في إجماع مقبول بعد زمن الصحابة، بس مش في العقيدة. في حكم حادثة لم تكن قد وقعت يومئذ في زمنهم، واشترط ألا يكون في المسألة دليل مقطوع به يخالف ما أجمعوا عليه. يعني بشروط حتى في الفرعيات اشترط أنه ما يكونش فيها دليل مقطوع به يخالف ما أجمعوا عليه. يعني لو ظهر دليل والدليل مقطوع به خالف ما أجمع عليه الصحابة أو من بعدهم ممكن نقول به، بس في المسائل العملية الاجتهادية. أما مسائل أصول الدين فلا يقبل فيها إجماع بعد مين؟ بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. كم حاجة قلناها؟ نقول لك الكتاب، خد بالك مش معناها انه يعني دي ما يعني شائكه شويه، ليس معنى ان كل ما ورد في القران مما هو طبعا كل ما في القران مقطوع بثبوته، لكن ليس معنى انه ثابت انه مقطوع في الدلاله، فقد تكون الدلاله ظنيه زي جاء ربك المجيء هنا او ياتي امر ربك او ياتي ملك، ظنيه الدلاله، انما الثبوت قطعي. فمش معنى ورود النص في القرآن يبقى قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، لم يقل بهذا أحد. يبقى إذا ممكن يكون في القرآن ولكنه لا يصلح لأنه ظني في الدلالة مش في الثبوت. أما في السنة لا يؤخذ إلا الإيه؟ المتواتر، وبرضه حيجري عليه نفس الأمر، ممكن هنا قطع بالثبوت ولكن في الدلالة برضه يبحث. إيه اللي يرفع الاحتمال؟ الإجماع. واضح؟ يعني مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في بعض المجانين مثلا مرة كشف في الأخبار من كم سنة كده أن الوضوء الصلاة قبل الوضوء، ربنا قال إذا قمتم وقام فعل الماضي، يعني بعد ما نخلص الصلاة نروح فاغسلوا وجوهكم، مش إذا قمتم، قام فعل الماضي، مش إذا تقوموا، إذا قمتم بدل نخلص الصلاة روح اتوضا. وقال كده، قال له القرآن بيقول كده، وممكن يحتمل في اللغة كده، لكن ما الذي رفع هذا الاحتمال؟ وجود الإجماع. قال الإجماع ده فائدة مهمة جدا، ممكن يكون النص فيه احتمال، فإجماع الصحابة على هذا الفهم يرفع هذا هذه الاحتمالات. كذلك في حاجة مهمة جدا في العقائد وللأسف مغفلة، اللي هي العقل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، دي المصادر العقل. إيه العقل ده؟ ده العقل هو مناط أصل التكليف،
واحنا مش بنقوله ده يستحيل، مش بنتكلم في المستحيل العقل فاكرين، واتكلمنا في الواجب والمستحيل وكله ده، ونيجي في الاخر نبعد العقل. ده مبني الاساس مبني على الايه؟ على العقل. يبقى العقل ده هو اصل التكليف، وهو ايه؟ القوة المتهيئة لقبول العلم. تعرف القرآن بيسمي العلم يسميه عقل، عشان ايه؟ عشان العلم هذا من نتائجه، لانه نتيجة عن العقل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعلمون، لا يعلمون مكانته ولا منزلته. يبقى عبر عن العلم بالعقل لانه من نتائجه. يبقى العقل ده هو القوة المتهيئة لقبول العلم. بالله عليك، هل وجدت مجنونا عالما؟ إذن القوة المتهيئة لقبول العلم، المجنون هذا يعني كلام فارغ، ده ما فيش عبارة جملة مفيدة، كلمة من هنا وكلمة، ويكلمك في الجنة فجأة تبقى دخل في النار، ويكلمك في البيوع تبقى دخل في السياسة، مش مترابط ولا متوازن. يبقى العقل هو ايه؟ القوة المتهيئة لقبول. ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل، لأنه ما استفاد الإنسان علمه إلا بواسطة ايه؟ ها؟ بواسطة عقله. ولذلك قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك سيدنا علي بيقول ايه؟ رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. الشمس هتنفع بيه والعين ما فيش الأشعة اللي تتصل بيها. يبقى العقل ايه؟ عقلين، مطبوع وايه؟ ومسموع. لا ينفع المسموع، يعني ايه من المسموع؟ يعني العلم هتسمعه وحتتلقاه، فاذا لم تكن الآلة منطبعة عندك مش هتنتفع بالمسموع اذا لم يكن عندك الاستعداد. يعني مطبوع يعني عندك التهيئ وعندك القابلية. بدليل ان رجلا اراد ان يعلم ابنه الطب، فاخذوا معه، كانوا زمان يداووا بالاعشاب والحاجات، فدخلوا على مريض اراد يعني ياخذ بالمشاهده والتجربه حتى يعني يتاهل. فنظر ابوه الى المريض وقال له لعلك اكلت لحم ايه؟ دجاج. وقال نعم. قال لا تعد تاكل فانه يضر. وفي مره اخرى قال له لعلك اكلت ايه؟ رمان. قال نعم. قال لا تعد. فاستغرب لي كيف يعني فهمت او كيف عرفت انه اكل دون ان يخبرك، يعني استنتجت كده هذا بعقله او بتجربته. قال يعني مش عاوز يعني ده، انا في المره الاولى وجدت اعراض معينه يعني تحدث بسبب اكل لحم الدجاج، او مثلا اعراض تظهر على الوجه كده او انتفاخ يحدث بايه؟ بسبب اكل الرمان. ثم وجدت الامارة العلامة يعني ظاهرة، وجدت الريش مرمي كده في الارض بتاع ووجدت قشر الرمان. يعني مش عاوز حتى لو انا مش شفتش الاعراض، لكن هو القشر امامي وهو محطوط جنبه في الطبق والقشر وهو نائم جنبه، جميل اللي اكله. اذا هذا الرجل المريض مش عاوز افهم ولا عاوز شيء. فبعد ايام ترك، قال ابن عاوز يعني يريد ان يختبر ذكاءه، فدخل على مريض فرآه يعني في حالة صعبة، فقال له لعلك اكلت لحم حمار. فالمريض يعني كاد ان يعني يموت من هذه الكلمة، في آدم يأكل لحم حمار؟ ايها الحمار والحمار الذي علمك. وجاب الإساءة لمين؟ لأبيه. وكذا فغضب أبو جابن ليه بتقول كده؟ هو في إنسان عاقل عالم هنا مرد بها عالم، في إنسان عاقل يقول هذا الكلام؟ وكيف قلته؟
قال ما بالقياس اللي هو ايه بيسموه القياس الفاسد. قال انت دخلت فوجدت الفاكهة ولم تجد ايه فوجدت القشر. فاستدليت يعني انا دخلت الدار فرأيت البردعة ولم اجد الحمار. فقال له ابوه يا بني لا ينفع مسموع اذا لم يكن ايه مطبوع. فصارت ايه مثلا. يبقى العقل هذا العقل اللي هو معني في القرآن الكريم اللي هو يعنى به ايه العلم بقوله تعالى وما يعقلها الا العالمون. فكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة الى الثاني. ما هم قلنا اثنين مطبوع ايه. يبقى كل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار ووصفهم بانهم لا يعقلون هو المراد به الثاني دون الاول اللي هو المسموع. اما كل موضع رفع الله فيه التكليف عن العبد فإشارة الى الاول اللي هو المطبوع. يبقى اذا لم يوجد المطبوع لا يوجد التكليف. انما المسموع ده يذم على لانه هذا مكتسب باكتساب الانسان يستطيع ان ايه يحصله بالعلوم والمعارف. لكن لا ينفع الا اذا كان عنده ايه المطبوع. فيبقى كل موضع وصف الله تعالى وصف الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل إشارة إلى المسموع. أما كل موضع رفع الله فيه التكليف عن الإنسان فإشارة إلى الإيه المطبوع. إذن فالعقل يراد به إيه يراد به شيئان في لغة القرآن. يراد به إيه شيئين. أول شيء القوة المتهيئة في الإنسان لقبول العلم باستعداد فطري. القوة المتهيئة يعني ربنا جعل لك استعدادا لتلقي العلوم والتمييز بين الخطأ والصواب. هذه القوة عند كل إنسان موجودة. لكن في إنسان استعملها وراح تعلم ودرس وثقه وفي إنسان لم يستعمل. هذا هو الفرق بين العالم والجاهل. لكن الجاهل في عقله ولا مفهوش يبقى العقل اللي يمدح به اللي هو العلم. انما الاصل ده موجود في كل الناس ما يمدحش به لانه ده به ايه يكون التكليف. يبقى القوة المتهيئة في الانسان لقبول العلم. فان كانت قوية سمي صاحبها ذكيا وكان لديه استعداد للتطور السريع. يعني كل انسان فيه قوة وعنده استعداد لقبول العلم لكن فيه تفاوت كده. فإن كانت هذه القوة شديدة أو القوة المتهيئة إن كانت قوية إن كانت يعني ظاهرة يسمى صاحبها إيه ذكي ويكون لديه استعداد للتطور السريع على حسب تلك القوة. طب وإن كانت ضعيفة سمي صاحبها غبيا مع كونه عاقلا. ما هو الأغبياء يعني بس يعني معناها مش غبي يعني بننفع عنه العقل بس ضعيف يعني ضعف الايه الفهم. وهو ما ليس اذا مين هو الغبي هو ما ليس مستعدا للتطور السريع يعني يتطور بس ببطء يمرضك يجيب لك شلل لحد ما يفهم. يبقى ما ليس مستعدا للتطور الايه السريع والوصول لدرجة بعد درجة وإما أن يمكن تطوره لكن ببطء شديد. خلاص هذا مين الغبي. طيب إذا هذا هو التعريف ضمن يراد بالعقل إيه شيئين إيه؟ الأول القوة المتهيئة في الإنسان لقبول العلم وهذه تختلف قوة وضعفا بين إنسان وإنسان. واضح. وإن كانت قوية يسمى صاحبها ذكي. والذكاء برضو فيه إيه مراحل فيه درجات. في أذكياء العالم معروفين وأغبياء العالم ده حدث عنهم ولا حرج بالملايين. الثاني يبقى المراد قلنا مراد به شيئا عرفنا الأول. الثاني أن العقل المراد به العلم والفهم الناتج عن تلك القوة المتهيئة في الإنسان لقبول العلم بالأشياء.
يبقى القوة المتهيئة لقبول العلم موجودة في كل إنسان بس بقوة وضعف، ثم ينتج عنها الفهوم اللي هو تلقاها الإنسان ويدركها بحواسه أو بتجاربه أو من الآخرين إلى آخره. يبقى المراد الثاني اللي هو إيه؟ المراد بالعقل النوع الثاني اللي هو إيه؟ العلم أو الفهم، الفهم الناتج عن القوة، يعني الناتج بسبب الإيه؟ العقل الأول لقبول العلم بالأشياء. فالمعنى الأول للإيه؟ للعقل المطبوع اللي هو القوة اللي هو بيسموه المطبوع اللي هو القوة المتهيئة التي خلق الله في كل إنسان، والثاني الذي ينتج من سماع المعلومات ودراستها وتلقيها والتجارب والخبرات إلى آخره. والناس متفاوتون في هذه الغريزة اللي هي الأصلية، وينتج عنها التفاوت أيضا في العلوم، وإذا تفاوت في القوة فلا بد تفاوت فيما ينتج إيه عنها، فالتفاوت فيما ينتج عنها راجع إلى التفاوت إيه في الأصل. والناس متفاوتون، وهذا يعني يراه كل إنسان ولا يماري فيه أحد، إن الله قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، ومن الرزق الإيه المواهب والعلوم، والعلم رزق أيضا، فأيضا في تفاوت. فليست عقول الأنبياء كآحاد الناس، هل عقول الأنبياء وفهمهم زي فهم الآخرين؟ ولولا ذلك التفاوت لما اختلف الناس في فهم العلوم. يعني تعال نشرح كتاب مثلا، تجد هذا فهم وهذا ما فهمش، وهذا يحتاج إلى تكرير، وهذا يحفظ بسرعة، وهذا يحفظ بالليل، وهذا بالنهار، يدل على إيه ده؟ على أن الناس متفاوتين. لولا هذا التفاوت لاتحد الناس في الإيه؟ في الفهم. طب وليه ما ربنا سبحانه وتعالى خلى فيه تفاوت؟ عشان إيه؟ يظهر التفاضل، ما سنة من السنن الإيه؟ الكونية، التفاضل بين الناس، ويظل الناس كل واحد فيهم محتاج إلى الآخر. أنت نابغة في الطب، أنت مثلا في الهندسة، أنت في الجغرافيا، حتى لو ما فيش حاجة في الصلاح وفي يعني هم ربنا يعطيك حاجة يخلي الناس إيه تحترمك بها، وإلا لو ما فيش حاجة خالص يدوسوك بالأرض، أي شيء كده يخلي إيه لك احترام مع الناس. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا لولا التفاوت لما اختلف. في كم دليل على أن القوة دي متفاوتة في تلقي العلوم وما ينتج عنها؟ ليست عقول الأنبياء زي عقول إيه أحد الناس، ليه؟ لأن الأنبياء موصفين بالفطانة. وكذلك لولا التفاوت ما اختلف إيه الناس في فهم إيه العلوم، ولما انقسموا إلى دليل لا يفهم إلا بعد تعب طويل من المعلم، وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وأقل إشارة. يبقى فيهم إيه دليل على التعب ومرض، وفي إنسان ذكي بسرعة، وفي إنسان ثاني كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون تعليم. ودول مين؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه. وقد دلت النصوص الشرعية على اعتبار العقل مناط التكليف، اللي هو بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الأول اللي هو الإيه؟ المطبوع. لأنه لو كان بالمعنى الثاني يبقى كيف يذم الله تعالى الكفار ويصفهم بأنهم لا يعقلون، والذين لا يعقلون غير مكلفين؟ يبقى أراد به الإيه؟ المعنى الثاني وليس المعنى الإيه الأول، إنه معنى كده حاجة في إيه في تناقض. فهناك كثير من ألفاظ القرآن قالها استعمالات مختلفة، وخد بالك من هنا، زي كلمة الدين وكلمة مثلا إيه تاني والفتنة، يعني كلمات لها إيه استعمالات، وزي كلمة الخلق في القرآن الكريم بمعنى الإيجاد من وبمعنى التقدير وبمعنى الكذب، وتخلقون إفكا، وده استعمال القرآن، يعني الكذاب وهو يخلق بس افتراء كذب. يبقى هناك أدلة ليه كان قلناهم أربعة، القرآن يعني العقيدة مصدرها إيه؟ يا إما كتاب، يا إما سنة متواتر، يا إما إجماع، يا إما دلائل عقلية قطعية، دلائل عقلية ليه القطعية، ولا نغفل هذا، الدلائل العقلية القطعية. نعم،
سيبنوا أدلة الوحدانية وأدلة الصفات السلبية مش كلها أدلة عقلية، اللي هي أدلة المعجزة أصلا أدلة إيه عقلية، لكن في ضوابط. لا القياس لا فيش هنا قياس، القياس ده يعني الحاق وأمر بأمر في إيه اشتراكهم في إلا، بس هنا منصوص عليه ده مش منصوص ما يدخلش هنا حسيت إيه على فيه. ما فيش قياس في العقائد، يا كتاب يا سنة إيه يا إجماع، إجماع ده في الكتاب. إذا في ضوابط في الاستدلال، لما تيجي مثلا تأخذ صفة وتصف الله تعالى بها، الأول حاجة إيه الذي تراعيه وتأخذ ببالك منه، أن يكون الفهم ده صدق مطابق لقواعد اللغة العربية. القرآن نزل بلغة إيه؟ بلغة العرب، فلازم بحسب الاستعمال القرآني انت تمشي معه، ما تتكلفش، يعني لا تجعل المجاز مكان الحقيقة ولا الحقيقة مكان المجاز، ولا المطلق مكان المقيد ولا العام مكان المقيد. لازم تمشي مع ايه ما اسلوب القرآن. ثانيا لازم ايه في حاجة تعينك في فهم القرآن الكريم، وهي معرفة اسباب النزول. في قاعدة يقولها العلماء، ما كان سببا في النزول كان قطعي الدخول، يعني داخل في النص بصورة قطعية، أما غيره فهو ظني. يعني اللي يكون سبب النزول بإيه دلالته قطعية، لما يكون سبب خاصة إذا أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في هذا الأمر، سبب النزول يجعل ما كان سبب قطعي ليه الدخول في النص، اما غيره يعتبر ايه دخوله ايه محتمل ظني. خلاص كده واضح بس. يعني مثلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق، دي نزلت باجماع المفسرين في الوليد بن عقبة ابن ابي معاويه، هو الموصوف في القرآن بانه فاسق مش كده، ومع ذلك هتحدث مشكلة عشان عدالة الصحابة. يعني كيف واحد صحابة وهو صحابي باتفاق، ما احد قال انه هو ليس صحابيا، الوليد بن عقبة بن ابي معاوية، والقرآن وصفه كده بالفسق صراحة، مع انه المذهب المشهور ان الصحابة كلهم ايه لا يبحث عن عدالتهم لا في الرواية لا في الشهادة. بعض ده المذهب اللي عليه مين اللي عليه اكثر الامة، في مذهب كان يقول لك لا الصحابة زيهم زي غيرهم يبحثوا عن عدالتهم في الشهادة وفي الرواية، في مذهب ثالث يقول لا إلا من نزل فيه حكم بخصوصه يعني بعينه، وفي مذهب رابع يقول لا الصحابة دول عدول، لكن موصل هنا لما وصف الله تعالى ما الذي يفهم من الآية وصفه بالفسق في حالة معينة اللي هي سبب النزول ده، لكن هل استمر على الفسق ومات عليه هذا امر لم يفهم من الآية مسكوت عنه. لا ايه الدليل على انهم لم يموتوا على الفسق او لم يظل الفسق وصفا ملازما لهم، ان الله تعالى زكاهم ورضي عنهم وقبل توبتهم، اذا ايه انتفى عنهم هذا الوصف. لكن لو نفيناه من الاصل يبقى معناه هذا نقول بعصمة الصحابة، ما لو قلنا كده ما فيش فسق وما في الزنا ما هو جلد في الزنا وحصل، فلو نفينا هذا من أصله فهذا قول بعصمتهم ولا يقول به إلا مين الشيعة، فإحنا لا نقول بالعصمة ولا ننفي العدالة، لأن الفسق ده كانت حالة طارئة انتهت بعد ما نزلت الآية، تاب أو استغفر أو طهرهم الله تعالى ببركة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ستكون لأصحابي زلة يغفرها الله لهم بسابقتهم معي، فإن مكث أحدهم معي ساعة خير من عمر أحدكم كله. وده موجود في مصنف ابن أبي شيبة، يبقى معناه ما حدث منهم من كذا لا بد أن يحدث لأنهم بشر يخطئون ويصبون، لكن هل ظل الأمر على ذلك؟ لا، يبقى ده يعني زي ما نقول ايه
حقل تجارب عشان تظهر الأحكام وتنفس. هتنفس مين يا ربنا؟ هيجيب ناس ثاني يطبق عليهم، لازم هم يخطئوا ولازم. ولكن في النهاية إيه؟ برأهم الله تعالى وزكاهم، وقال تعالى رضي الله، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم لم يظلوا على هذا اللص. بدليل لما رجم الماعز والغامدين مش قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم؟ في بعد كده ثاني، والحدود دي مطهرات. الحمد لله ايه خلص المسألة. قال الآية لا يستدل بها، ما لا يفهم منها ايه انسحاب او ان هذا الوصف يظل ملازما له. يعني ساعة ما ارتكب الجريمة دي وكذب في الخبر سماه الله تعالى ايه فاسق، لكن هل ايه حتى اللي هم حدوا في في آية النور اللي هم القذف من جاء ربنا وصفهم بكده؟ قال ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفر. فبعد التوبة يرتفع عنهم وصف الإيه الفسق. فهذا لا يفهم، فلا يستطيع أحد أن يستدل بالآية على إيه الطعن في إيه عدالة الصحابة. نقول الآية دي بتصف في حالة، لكن كون استمر أو كان هذا أمر لا يفهم من الآية، وإنما يفهم من إيه من سياق ونصوص إيه أخرى. لازم نفهم القرآن بحسب إيه اللغة من غير تكلم. ثانيا لازم نعرف إيه أسباب النزول. في قاعدة مهمة جدا، رد المتشابه إلى المحكم، لأن الموضوع العقائد في محكم وفي إيه. فإذا كان هناك في تشابه يبقى يجب نرجع النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة لأن دلالتها قطعية. يعني مثلا إذا تشابه علينا يد الله فوق، أو مثلا فثم وجه الله، أو الحسنى على عيني، على طول مباشرة نرجع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، أو إلى قوله تعالى ولا يحيطون به علم. بعدين حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. ما في في القرآن مطلق وإيه في عام. يعني مثلا نفي الخلة والشفاعة في آية مطلقا، والاستثناء في آية أخرى. يعني في آية لا بيع ولا خلة ولا شفاعة كده نفى، في آية ثانية فيها استثناء الأخلاء يومئذ إلا، يعني أثبت الخلة رغم أنه في نفاة إيه في آية ثانية، ونفى الشفاعة وجاء في آية أثبتها إلا لمن ارتضى، أو إيه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو إلا بعد أن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا إيه لازم نحمل المطلق على المقيد وإيه والعام على الخاص. في فرق بين المطلق والمقيد، وفي فرق بين العام والخاص. نجلس ايه لما حدش معانا اذا مفيش ايه بس تمام كده. لما هو تقريبا اتصل بربيع وخلص الموضوع. شكرا، السلام عليكم. خلاص